في كده في الرياضة يا جماعة؟ جاءني الآن أن الأستاذ خالد مرتدي عضو أمين صندوق النادي الأهلي أكد أنه سيقاضي أحمد جمال المذيع أحمد جمال والذي سبه فيما عرف بالمكالمة المسربة بين المذيع أحمد جمال ورئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور. آدي قضيتان، الأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق نادي الزمالك يقرر مقاضاة أحمد جمال. خد اللي بعده، الكابتن أحمد شوبير يقرر رفع قضية مباشرة ومقاضاة أحمد جمال بعدما سبوا في التسريب المعروف إعلاميا بتسريب أحمد جمال ومرتضى منصور. أهو يعني حاجة يا جماعة في منتهى الحزن وفي منتهى وجع القلوب، والله العظيم في منتهى الحزن ومنتهى وجع القلوب. إن نقول لأولادنا إيه؟ ماذا نقول لأحفادنا وللأجيال؟ نقول لهم إيه؟ أهو خالد مرتجي عضو أمين صندوق النادي الأهلي والكابتن أحمد شوبير كلفوا المستشار القانوني محمد عثمان برفع دعوى عاجلة ضد المذيع أحمد جمال بسبب المكالمة المسربة وسب المذيع أحمد جمال للأستاذ خالد مرتجي وللكابتن أحمد شوبير. يعني قول لي نقول ايه لاولادنا يا استاذ فاروق؟ والله العظيم حاجه تحزن وحاجه يعني انا مش عارف. احنا المفروض نتكلم على صفقات، نتكلم على انتقالات لعيبه، نتكلم على منتخب مسافر تدريبات منتخب بتاع، لكن كل الكلام دلوقتي على بلغ للنائب العام من كره اليد، بلغ للنائب العام من اتحاد الكوره، مكالمه مسربه فيها اشتمال الحكام، مكالمه مسربه فيها سب لاعضاء مجلس الاداره. والله انا المكالمه دي امبارح بالصدفه انا لقيت مكالمه فاكرها هزار، شغلتها والسبيكر كان شغال عندي الكمبيوتر كان شغال عندي، الصوت طلع. انا البنات عندي بيقولوا ايه ده بابا، رحت قافل بسرعه قلت لهم لا مفيش حاجه يا بابا، ده في عيال بتتخانق وبعتوا لي البتاع كده هزار وعيال قليله الادب. انا قلت كده يعني مش عايز اقول لهم. والله العظيم يحزنني واسف على اللفظ يا استاذ فاروق، احنا امام بكابورت قافح. علشان كده انا متمسك بمزيد من المهنيه، مزيد من الاحترام، بنقول لكم كل الاطراف بتقول ايه، ولكن موجوع متألم، موجوع ومتألم. النهارده الهارب معتز مطر واخد التسريب بتاع احمد دياب ومرتضى منصور ومستغله اسوأ استغلال لاهانه مصر. كل واحد كاره البلد ماسك التسريبات دي فضايح. اتفضحنا واتجرسنا وركبنا العار، لا يمكن ان تكون هذه رياضه يا استاذ فاروق. لا ابدا ابدا، انا عايز اقول لحضرتك يعني ده مش هنا وبس، لا ده العالم العربي كله بيتكلم والعالم العربي كله بيضحك علينا. يعني انا عايز اقول لحضرتك الاستاذ وليد فراج في البرنامج بتاعه على تسريب احمد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور احمد دياب بيقول التسريب وقعد يضحك يقول يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، وبيقوله هو بيضحك يعني يعني تخيل بقى الموضوع وصل لفين في البرنامج بتاعه بيتكلم عليه بيقول يا ساتر يا رب يا ساتر، هو في كده. طب يعني اقول ايه؟ يعني حتى الدوريات العربيه والبلاد العربيه بدات تتكلم وبدات تضحك على اللي بيحصل والتسريبات وصلت لهم وقال احنا سمعنا التسريبات وده ما ينفعش وده، طب احنا رايحين لفين؟ ده سمعتنا دلوقتي بدل ما كان منتخب مصر منتخب الساجدين واتحاد الكوره القوي اللي مسيطر دلوقتي بقينا دلوقتي الوسط الرياضي كله تسريبات وكلام، وبقى في كل انحاء الدول العربيه كله بيتكلم، الجرايد القطريه النهارده بتتكلم والاماراتيه بتتكلم، الاستاذ وليد فراج النهارده في السعوديه بيتكلم، الناس في تونس بتتكلم، الناس في المغرب بتتكلم. الفضيحه بقت يعني حاجه صعبه قوي وحاجه يعني حاجه تحزن والله العظيم، حاجه تحزن وفي نفس الوقت انا اسف يعني بقت حاجه تقرف والله العظيم. واحد بقى يعني بقول ايه ده، واحنا عايزين نتفرج على كوره ونشوف نتائج منتخب اللعيبه الانديه مين جاهز الماتشات اللي جايه عندنا مين؟ المهم اعتقد انك انت في الاعداد النهارده كنت بتكلمني قبل الهوا قلت لي ما زاد الطين بله ان تجد من يدافع عن الباطل او رافض ان يقف على مسافه واحده، يعني كنت بتكلمني على ان كمان الاستاذ هاني شاكر امير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين عامل كارثه. يعني قلنا كمان هاني شاكر عامل ايه؟
وايه علاقه هاني شاكر باللي بيحصل؟ اقول لك انا العلاقه ايه؟ العلاقه ان حتى الفنانين ادلوا بدلوهم والمغربين وكل الناس والسياسيين كله ادلى بدلوه في هذا الوسط الذي تعفن والذي مسمى بالوسط الرياضي والوسط الكروي. فعلا وسط تعفن. هاني شاكر مهزله. ماذا صنع هاني شاكر يا استاذ فاروق؟ الاستاذ هاني شاكر طلع على حسابه الشخصي طبعا من واخد العلامه الزرقاء عشان بس ما تقولش الاكونت بتاعه ده الرسمي بتاعه، بيقول ارفض بكل شده كانسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطه الانديه المحترفه وطريقه الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وافريقيا والدول العربيه. اعتقد الان عرفت لماذا مستوى الرياضه متدني زي الحوارات، وبالتالي متدني زي الحوارات، وبالتالي لن تقوم للرياضه المصريه قومه إذا لم ننتبه. فلا يصح أن مصلحة نادي من ضمن الأندية في مصر يكون أهم من البلد والمنتخب. وقابلوني لو فرحت الرياضة المصرية وأنا أناشد الدولة المصرية العظيمة تنظيف الوسط الرياضي بالمنتصف ضد الفساد وصحي مصر. أنا عايز أقول له هنا بس كلمة واحدة، وأنت كنت فين من السنين اللي فاتت وفي أمهات بتتسب وأبناء بيتخطف أعراضهم وأهالي بتتشتم وناس بترفع عليها قواضي؟ ده مفيش حد في مصر ما تسبش من الكبير للصغير. كابتن خطيب يتخطف أعراضه هو وبيته وأخته وأمه وبناته، الناس في النادي الاهلي، استاذ عبد الناصر زيدان، الناس ما فيش حد. ليه ما سمعناش صوتك واتكلمت ساعتها وقلت ما الناس دي بتخاف اعراضها عيب؟ وكلام كهربا ده، كهربا وابوه وامه واللي جابوه ما غسلش حد، وافظع يعني الالفاظ اللي واخد عليها فيها في منهم حكمين ولسه يعني الحكمين واخدين استئناف واخد فيهم سنه وسنه. يعني دول انت حضرتك ما شفتش دول وشفت المكالمه دي بس؟ هي دي بس اللي انت شفته؟ طب واللي كان فات قبل كده؟ واللي كان على الهوا؟ واللي كان في التلفزيون قدام ب 70 ولا 100 مليون مصري على قناه من القنوات اللي كانوا مأجرين فيها الهوا وكان بيطلع والناس هزازي الرؤوس بيهزوا راسهم وكان بيشتم ويخوض في الاعراض وبيغلط؟ هو ده كله ولا اليافطه بتاعت الدكتور حسن مصطفى؟ هو ده كله ما عداش عليك واللي عدى عليك بس هي المكالمه المسربه دي؟ دلوقتي احنا بنتعامل كل بمكيالين وكل واحد بقى بيبص اتجاهه فين وانا عايز ايه؟ محدش بيبص الصح فين والغلط فين؟ يعني انت حضرتك المفروض بتهاجم بتوع المهرجانات ومناعم من الغنى عشان الفاظهم عشان طريقتهم عشان حركاتهم. طيب ما حضرتك انت بتدافع عن حد هو اول واحد الكلام ده كان من السنين اللي فاتت وكان مستمر معانا لسنين طويله، وكان الوقت ده الدافع الرئيسي ان انا بعمل كده، انا في حصانه حمياني فانا هتكلم براحتي. طب انت فين؟ انت كنت فين من الكلام ده؟ ما كنتش بتتكلم ليه؟ ما حدش كان بيسمع لك صوت ليه؟ ولا هو دلوقتي خلاص بقى لقحت عليك الوطنيه وان خلاص انت راجل زملكاوي فبتدافع عن نادي الزمالك؟ ثم ان هنا دي مكالمه بين شخصين كل واحد فيهم اتخانق وكل واحد قال الفاظ، ليه دايما تدخلوا الزمالك فيها وليه تدخلوا الدوله فيها وليه تدخلوا ضحيه مصر وفساد؟ انا مش فاهم برضو، انا مش فاهم البوست ده هو جايبه من الاول للاخر وبيقول فيه ايه اصلا. يعني حاجه غريبه جدا، كل واحد دلوقتي بقى ياخد الموضوع من وجهه نظره، لا بيحاول يفكر. لو هو فكر شويه كان هيعرف ان سبب الجو ده كله اللي كان بيحصل في السنين اللي فاتت، القواضي والسب والقذف من مفيش حد في مصر ما مسلمش من الكلام ده كله. طب انت كنت فين؟ ما قلتش ليه كان ده من البدايه؟ لكن دلوقتي طالع تتكلم، دي مصيبه جديده بقى بجد، يعني حاجه يعني خلت الواحد النهارده بقول يعني طب انت كنت فين يا عم من السنين اللي فاتت؟ ولا احنا خلاص مفيش؟ والله العظيم يا استاذ عبد الناصر حاجه بقى بجد بقى بتعصب، واحنا فعلا زي ما انت قلت احنا كده مش في جو رياضه اصلا يعني. لا يعني الاستاذ هاني شاكر يعني لو صمت كان افضل له، يعني لو صمت كان افضل له، يعني خليه في حمه بيكا ويخليه في المصايب اللي عنده في النقابه، لان في عهده يعني شفنا القمع وشفنا قتل الحريات وشفنا منع الناس من الغناء وشفنا المهرجانات باسوأ ما فيها وشفنا كل السوء في المزيكا والموسيقى، فكان عليه أن يبعد بعيدا، ولكن للأسف أن تجامل على حساب الحق، فذلك يجعلك يا سيد هاني شاكر تخسر كل واحد كان يحترمك. لقد خسرت كثيرا لأنك لم تكن على الحياد ولم تنطق كلمة الحق. أنا ماليش دعوة بالأشخاص، كامل الاحترام أحمد دياب مرتضى منصور لهم مني كامل الاحترام، أنا ماليش دعوة بأشخاص خالص ولا أتناول ولا أعلق على أشخاص، واخد بال حضرتك؟ ولكن عندما تتحدث وتقيم، لا إما تقول كلمة الحق لا تصمت، لا إذا كنت عايز تقول رأيك يا هاني يا شاكر مع احترامي أنت أمير الغناء وأنت حد فخر لينا كمصر، ولكن أرجو
انك انت عندما تتحدث لا اما تقول كلمه الحق، لا اما تلتزم الصمت وتبعد بعيد عن الامور الشائكه التي تاخذ من رصيدك وتقلل منك ولا تضيف اليك. واعتقد اللي نصحك اذا كانت صفحتك بيديرها ادمن فقد اضر بك، واذا كان حد نصحك وانت ورا هذه الفكره فقد قضيت على نفسك. انت خسرت ملايين كانت تقدرك وتضعك في مكانة متميزة. للأسف لم أكن أتوقع ذلك بالمرة من هاني شاكر. يعني حلقة والله العظيم مليئة بالمآسي، مليئة بالمآسي هذه الحلقة والله العظيم.